صباح الخير على فيلم شاهدينا وقناة دي ام سي وبرنامجنا برامج 8 الصبح. طب انا صباح على زميلتي العزيزه هبه باهر. صباح الفل عليك يا هبه. صباح النور والجمال عليك يا رحوم، صباح الفل على حضراتكم مشاهدي 8 الصبح من الآن وحتى العاشرة معاكم بكل تغطياتنا الإخبارية بكل الجديد. تابعونا مشاهدينا الكرام، أنا ورحمة النهاردة هنصحب حضراتكم في فقرة خاصة بإيه يا رحومة؟ هي خاصة بالتغذية العلاجية وعلاقتها بالأمراض. ودي حاجة من الحاجات المهمة جدا، ربما الناس بيلجأوا على طول لأخد الأدوية، لكن ممكن نقول الهيلثي فود بعض الشيء ممكن يقربنا، والأكل المفيد والصحي يقربنا شوية من الفكرة، لكن الفكرة هتتبلور أكتر بالنسبة للسادة المشاهدين كلهم يا رحمة في فقرتنا النهاردة. خليكم معانا مشاهدينا على مدار الساعتين، بالإضافة إن إحنا عندنا فقرة الأطفال النهاردة، وأيضا معانا النهاردة فقرات متنوعة، هيكون معانا أيضا حصادر برلمان تشريعات وقوانين. خليكم معانا مشاهدينا الكرام، وأيضا متابعة لملف الحرب على غزة، خليكم معانا. طبعا النهاردة اللي نزل الصبح ياخد باله شوية لأنه الشبورة عالية شوية. ده حقيقي يمكن درجة الحرارة مش متأثرة شوية سواء بالأمطار أو بالشبورة، ولكن في نفس الوقت خلوا بالكم على الطرق السريعة والزراعية. ده حقيقي زي ما انت قلت يا ابا، بس انا عايزه ازود حاجه بسيطه جدا اللي لازم ناخد بالنا بالذات بالليل، لان فعلا بالليل بيبقى الجو برد جدا. طبعا النهارده هيبقى حر شويه بس حر وبالليل برد، فيعني ما ناخدش الدنيا حر فخلاص هنقلع فهنلبس بالليل، لا احنا لازم ناخد بالنا سواء الصبح او بالليل او ساعه الظهر. لازم ناخد معانا على الاقل جاكيت، السوائل الدافيه، كل الحاجات اللي بتبقى موجوده في الشتاء بنشربها لازم نشربها. مفيش احلى ولا اوفر عندنا من الفيتامين سي، برتقال ويستفان دي حاولوا تدوسوا فيه قدر المستطاع شويه. يعني الشاي، كل الحاجات اللي ممكن هنكلمهم عن الحاجات دي النهارده، برضو المشروبات سواء للصحه العامه واهميتها، خاصه مشروبات الدافيه والاعشاب او حتى ما يقال عن حرق الدهون. فخليكم معانا مشاهدينا الكرام، ونروح مع رحمه دلوقتي نتابع الارصاد الجويه. يلا بينا بقى، يلا بينا. تعالوا نشوف بقى بيان بدرجات الحراره اللي متوقعه اليوم. من الحالة الجوية هننتقل لرصد أحوال المرور معاكم مشاهدينا الكرام. النهارده يوم الجمعة بيبقى الصبح رايق الحمد لله، بعد صلاة شوية بيبقى فيه كثافات مرورية، ولكن هبتدي معاكم برصد الحالة المرورية من طريق صلاح سالم العروبة، وده يعتبر من الطرق الحيوية لأنه بيكون مؤشر بالنسبة لنا لباقي الطرق. نشوف التطبيق كده معاكم ونظرة من أعلى الخريطة على تطبيق جوجل مابس ونشوف أحوال الطرق إيه. ممكن يبقى فيه بعض الكثافات في مناطق معينة بعينها على فكرة، ومش بنقول على القاهرة بس يا جماعة، الموضوع كمان بيشمل المحافظات لأنه الأمطار عملت بعض الكثافات المرورية، لكن يوم الجمعة ممكن ما نشعرش بقى الكثافات دي، ممكن نشعر بيها في باقي الأيام، لكن في جهود كبيرة جدا في التنمية المحلية على هذا الأمر. غرفة العمليات الرئيسية طبعا بتحذر من الموضوع ده، نقلل السرعات، أقل كمان من السرعات المقررة قدر المستطاع. في بعض الأماكن ما زالت لسه متأثرة بتداعيات الأمطار، في بعض الأماكن، في بعض المحافظات، في بعض المحافظات أوقفت الدراسة عشان موضوع الأمطار والسيول، ولذلك هذه الفترة اللي فيها تقلبات لابد أن احنا نأخذ احتياطاتنا قدر المستطاع. وصلنا معاكم وعدينا كوبري أكتوبر طريق كان رايق الحمد لله، طلعنا محور 26 يوليو. في المنطقة دي بقى في
تحويله مروريه. رحمه بتقول بيتفرجوا علينا، هرجع لك تاني في النقطه دي يا رحومه، ولكن محور 26 يوليو قبل ما تطلع ميدان لبنان وانت في طريقه 6 اكتوبر هتلاقي فيه تحويله مروريه، هتطلع هتمشي على طول اسفل الكوبري وتلف تاخد اليوترن وترجع وتدخل اول يمين هنا مطلع المحور، عشان في هناك بعض اعمال رفع الكفاءه في بدايه المحور، ولذلك في هناك تحويله مروريه في هذا التوقيت. لسه ما عندناش فكره قوي الاصلاحات دي هتستمر لمده قد ايه، ولكن اول ما يجي لنا الخبر على طول هنقول لحضراتكم على التفصيلة الخاصة بهذا الموضوع. وعشان كده احنا شايفين كمان اهو يعني الحتة بس اللي هي بالاحمر والبرتقالي اللي فاتت دي اللي فيها التحويلة المرورية، وبعدين باقي المحور هتلاقيه كله مضاء بالنسبة لنا باللون الاخضر، وده مؤشر على السيولة المرورية، وتوصلوا بألف سلامة. خلوا بالكم الشبورة عالية جدا على الطريق، نحاول قدر المستطاع نخفض السرعات. وطبعا زي ما انت بتقولي كده يا هبه الدنيا تمام وجميله جدا ولازم ناخد بالنا، بس انا عايزه اقول لك يا هبه اللي فعلا اللي الناس بتتفرج على 8 الصبح ودي من الحاجات اللي فعلا بتبسط كلنا. ايوه، ودايما البرنامج بيبقى احسن برنامج. اكيد ان شاء الله يا رب دايما. قولي لي بقى يا رحومه هتعملي ايه في نيو يير؟ اجازه نيو يير مقضيها ازاي؟ انا اوريدي عامله نيو يير في البيت. انت على طول عامله نيو يير. رحمه من الناس اللي عندها جود فايبز على طول، يعني بوزيتيف فايبز على طول. اخواتي رجعوا من السفر. الله، اللمه الحلوه دي بتبقى مهمه. جايين يقعدوا معايا وطبعا ابن اخويا. مفيش سفر كده مفيش خروجه حلوه. لا ده لسه بدري بقى، لسه بدري. هقعد عند اخويا ان شاء الله. اجازه سعيده وعام سعيد عليكي، وكل سنه وحضراتكم طيبين. يا رب دايما في امان وسلام وباحسن حال يا رب. حبيبتي يا رحومه، نروح نتابع مع الساده المشاهدين الفقره اللي جايه. يلا بينا. دلوقتي بقى ميعادنا جه مع الاسعار الخضار والفاكهه وكمان موقيت الصلاه. Thank you.
يجعل نهاركم سعيد وكل ايامكم سعاده وخير ان شاء الله. هبتدي مع حضراتكم استعراض باقه اخبارنا، والبدايه من وزاره الداخليه. اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخليه نتيجه كليه الشرطه لهذا العام بعد تقدم عدد من الحاصلين على الثانويه العامه وخريجي بعض الجامعات الاكاديميه الشرطه. واعلن اللواء هاني ابو المكارم مساعد وزير الداخليه رئيس اكاديميه الشرطه في مؤتمر صحفي عقد بالامس بمقر الاكاديميه بالقاهره الجديده عن بعض الارقام الخاصه بنتيجه الاكاديميه، وقال رئيس اكاديميه الشرطه انه تم قبول 2950 طالب من اجمالي 53154 طالب تقدموا للكليه. في اطار ايضا رصد اخبارنا وفي اطار رؤيه مصر 2030 لدعم التحول الرقمي، اصدر مجلس اداره البنك المركزي المصري مجموعه من القرارات بتتضمن اعفاء العملاء من كافه المصروفات والعمولات الخاصه بخدمات التحويلات البنكيه للافراد اللي بتتم من خلال القنوات الالكترونيه زي الانترنت والموبايل البنكي، ودي بتكون عن طريق الجنيه المصري، وأيضا الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية. وبتيجي القرارات دي بتتنفذ اعتبارا من الأول من يناير 2024، وده بيأتي أيضا استمرارا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية والاستفادة بما تقدمه من ميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، وده اللي بيساهم في التحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد وتعزيز أيضا الشمول المالي. من الأخبار المهمة اللي احنا بنتابعها ملف غزة والجهود المصرية المستمرة دائما. أكد في هذا الإطار ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن ما تم تداوله خلال الأيام السابقة حول الجهود المصرية لحل الصراع الدائر حاليا في غزة وإيقاف العدوان الإسرائيلي عليها بتتلخص حقيقته في أن مصر قد طرحت بالفعل إطار لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية سعيا وراء حقن الدماء الفلسطينية ووقف العدوان على قطاع غزة وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة. أضاف أيضا ضياء رشوان في بيان له أن صياغة هذا الإطار قد تمت بعد استماع مصر لوجهات نظر كل الأطراف المعنية بهذا الإطار، وأضاف أن المقترح بيتضمن ثلاث مراحل متتالية مرتبطة معا بتنتهي هذه المراحل لوقف إطلاق النار، وأن كل ما يتعلق بموضوع الحكومة الفلسطينية هو موضوع فلسطيني بحت وهو محل نقاش بين كل الأطراف الفلسطينية. وقال إن مصر بتؤكد أنها لم تتلقى حتى الآن أي ردود على الإطار المقترح من أي طرف من الأطراف المعنية، وقال أخيرا وعند ورود الردود من الأطراف المعنية هتتم بلورة هذه المقترحات وهذا المقترح بصورة مفصلة وسيتم إعلانه كاملا للرأي العام المصري والعربي والعالمي. ودعا رئيس الهيئة العامة للاستعلامات كل وسائل الإعلام لتوخي الدقة في تناول كل ما يخص هذا المقترح المصري والعودة للمصادر المصرية الرسمية لاستيضاح من كل جديد. أيضا فيما له علاقة بجهود المحافظات في رفع تراكمات الأمطار، كلف اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية المحافظات برفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمواجهة موجة الطقس والتقلبات الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اللي بتتعرض لها المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة. بتأتي التكليفات في إطار توقعات هيئة الأرصاد الجوية خلال الفترة الحالية بتعرض بعض محافظات الجمهورية لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار بنسب متوسطة تصل إلى غزيرة ورعدية أحيانا، وفي أماكن دمياط وبورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وإسماعيلية والسويس وشمال سيناء والشرقية والإسكندرية ومطروح، مع أيضا نشاط رياح شديدة على مناطق بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. بدوره تلقى الوزير تقرير من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات والإجراءات والاستعدادات التي اتخذتها لمواجهة موجة الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي تتعرض لها العديد من المحافظات ومتابعة
سرعه رفع تراكمات مياه الامطار وشفطها من الشوارع الرئيسيه والفرعيه ايضا وكافه المناطق بالمحافظات. وقال انه تقرير غرفه العمليات اشار الى استمرار جهود الاجهزه التنفيذيه بالمحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي برفع تجمعات مياه الامطار في بعض المناطق، واكد ان هناك تعاون وتنسيق مستمر بين معدات الاحياء والمراكز والمدن والوحدات المحليه وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والاجهزه والجهات التابعه لوزاره الموارد المائيه والري لمواجهه حاله الطقس التي تتعرض لها بعض محافظات الجمهوريه. أيضا في نفس الإطار، أهابت هيئة الإسعاف المصرية بكافة قائدي المركبات توخي الحذر أثناء القيادة واتباع إرشادات القيادة الآمنة في هذه الأجواء، وده مع تزايد معدلات هطول الأمطار وتأثر الرؤية على بعض المناطق وبعض الطرق. وبتؤكد هيئة الإسعاف بالتزامن مع تلك الأجواء انتشار أسطولها الإسعافي بكافة ربوع مصر وأرجائها وتلقي خطها الساخن 123 لكافة الاستغاثات الإسعافية الطارئة على مدار 24 ساعة متواصلة. في إطار تغطيتنا مع حضراتكم للقضية الفلسطينية وتصعيد الأمور في غزة وفي مناطق في وسط غزة وجنوب غزة، بنتابع مع حضراتكم كل الجديد وبنرصد معكم كل هذه التطورات أول بأول. تستمر مظاهرات أيضا دعم فلسطين في العديد من المدن والعواصم الأوروبية والأمريكية، بتندد هذه المسيرات وهذه المظاهرات بالمجازر الإسرائيلية على قطاع غزة. وشارك الألاف بالفعل في مظاهرات نظمت في ألمانيا وفي إيطاليا وفي هولندا، وتابعناها على مدار الأيام الماضية، وبعض ولايات أمريكا زي واشنطن وولاية ميامي للمطالبة بوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي. وكان معاهم أعلام فلسطينية بالنسبة للنشطاء، حاملين أعلام فلسطينية وكاتبين لافتات مكتوب عليها أوقفوا الإبادة الجماعية، مكتوب عليها الحرية لفلسطين وغزة لا تبكي، ورددوا شعارات زي إسرائيل تقتل والحرية لغزة وأوقفوا الإبادة الجماعية. احنا عارفين طبعا المظاهرات دي بتيجي عكس اتجاهات الحكومة سواء في أوروبا وفي أمريكا بشكل عام في العالم الغربي، وده اللي احنا ملاحظينه. ولكن احنا بنأمل انه هذا الحراك الشعبي يكون له تأثير ومفعول السحر ومفعول قوي على تحريك الحكومات لان هم بالفعل يتوجهوا نحو اتخاذ القرارات السليمة والصحيحة لنصرة الإنسانية ولنصرة الحق ولنصرة القضية الفلسطينية. سونيا عباس مسؤول اللجنة الثقافية في اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة معنا هاتفيا، هتطلعنا على الأوضاع في غزة وأيضا ما له علاقة بممكن نسميه اختلاف الشعوب والحكومات فيما يتم حاليا على أرض غزة من مجازر وإبادة جماعية. أستاذة سونيا صباح الخيرات. أيوة صباح النور، اهلا بيكي. ويعني تقييمك لاوضاع حاليا في غزه مع التطورات الاخيره خاصه في اخر 24 ساعه في غزه. يعني الاوضاع سيئه جدا، سيئه لاسوء. الشعب الفلسطيني بيعاني في غزه من الحصار، من القصف المتواصل في رفح، في رفح اللي المفروض انه فيها تحوي اماكن الايواء التكدس الغزيين، حنجد انه في قصف الاحتلال واجرامه يستهدف هؤلاء حتى يعني العجز يشعر بهذا العجز اللي حاصل ما بينهم، ما بين اللي حواليهم اللي مش قادر ان هم يوقف هذا الاعتداء الهمجي والبشع عليهم. طب أنا هسألك على تطورات الأوضاع ميدانيا في وجهة نظرك، وعايزة أسألك كمان على تطورات الأوضاع الكارثية على الصعيد الإنساني وبالإضافة كمان لتصعيد العمليات في الضفة الغربية. هو التصعيد مستمر، التصعيد مستمر من في الضفة. ما يحدث الآن مع غزة وصل إلى لأقصى، لأنه الحكومة المتطرفة أو الأشد تطرفا الصهيونية هي بتحارب في الوقت، هم عارفين أنه يعني سياستهم فشلت، سياسة هذا الإجرام فشلت،
في ان هم يقدروا يكسروا إرادة الشعب الفلسطيني، ان هم يوقفوا المقاومة، تمسك الفلسطيني بأرضه ودفاعه عن أرضه، هذا الشيء طبيعي وحق شرعي. هم بيحاولوا ان هم يكسروا هذا الشيء ويكسروا هذا المتطرف نتنياهو، انه يحاول انه يحمي نفسه بالأساس، وبيدفع من الشعب الفلسطيني. الاعتقالات مستمرة في الضفة الغربية، بالإضافة للقصف المستمر، تزويد خان يونس بلواء سادس بعد وجود 5 ألوية موجودة في خان يونس، تصعيد الأمر في الشجاعية في جباليا. عايزة أتوقف معاكي عند هذا التصعيد، وشايفة يعني من جهة مخطط التهجير اللي ما زال يبدو أن هو كامن ومستمر وموصل. نعم تفضلي. بعد ما قصف الفلسطينيين الغزيين في مناطق الجنوب والمتكدسة، هو هذا يعني تمسك الاحتلال الصهيوني بخطته بالتهجير. حتى يعني لاحظنا تصريح الوزير الخارجية، يعني مين الدول اللي مستعدة تستقبل الفلسطينيين الغزيين المهجرين؟ يعني هو بيرحب، هو بيعطي خطة وبيعطي دلائل وبيعطي حلول من نفسه، كأنه هو يعني بيتعامل بشكل غبي جدا وفج جدا عن الحقائق. ما زال العدو الصهيوني حتى الآن يعني بيداري عن هزيمته، بيداري عن إخفاقه أمام صمود الشعب الفلسطيني، أمام المقاومة، في أنه يعطي حلول التهجير ويعطي حلول انه مساعدة للشعب الفلسطيني بطريقة يعني خلينا نقول سياسة غبية جدا. لكن احنا طبعا التمسك الفلسطيني بأرضه، لكن بنقول انه متمسك، لكن الى متى؟ نعم. الاطفال، الجوع، الامراض المتفشية، الاوبئة، الاحتياج، تدهور الاوضاع بصفه عامه، منعدم جدا. طب الى متى حيصبر هذا الشعب؟ طيب، يعني انا كنت في البدايه بتكلم في المقدمه مع الساده المشاهدين، ربما يكون معانا بعض لقطات من المسيرات والتظاهرات اللي موجوده في كافه بقاع العالم دلوقتي. يعني لماذا تغض الطرف حتى الان الحكومات عن هذا الصوت المحرك للحجر، المحرك لكل الشوارع، وأيضا الناس اللي هي ما كانتش واصل لها القضية الفلسطينية بكل تفاصيلها أصبحت تعلم عنها حاليا الكثير. إزاي شايفة موقف الحكومات دلوقتي بما فيهم موقف الحكومة الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية؟ وإحنا شفنا آخر التظاهرات كانت في ولايات زي ميامي، ورصدناها مع السادة المشاهدين وواشنطن. فأنا عايزة أتوقف معاكي، يعني إلى ما تنتظر هذه الحكومات حتى تتحرك، حتى تقول كلمة الحق؟ يعني هذا وإن دل على قوة هذا اللوبي الصهيوني اللي مسيطر على الحكومات، وخاصة الحكومة الأمريكية والحكومة البريطانية والأوروبية. ما يعني بنلاحظ إنه في أصوات من داخل الكونغرس، من داخل الحكومة، إن هي في نقد لبايدن، ولكن هو لأنه صهيوني لا يستطيع التغيير، أو لا يستطيع حتى إنه يعني يملك كلمته. هو موجه من قبل اللوبي الصهيوني الضاغط عليه. ولكن في المقابل احنا في عنا وعي وادراك من المجتمع الامريكي، وهم عارفين انه فلوس الضرائب اللي هم بيدفعوها بتروح فين. التسليح المستمر والاعناء والمنح الماليه الضخمه المستمره للصهاينه بتروح فين وبتعمل ايه؟ فاصبح في وعي وادراك، ومهم جدا مش بس للناس المثقفين والعالمين والقارئين، وانما للشخص ابن الشارع الطبيعي. حتى بنلاقي يعني اصبحت في فعاليات في مذهله. يعني انا وصلني من دالاس في تكساس
مسيرة شاحنات ضخمة في الشارع، مسيرة ماشية مسافة شاسعة، عدد شاحنات في منطقة ضخمة ايه سيدة سونيا؟ في منطقة ايه؟ في دالاس تكساس. وصلني فيديو من دالاس تكساس مسيرة شاحنات، شاحنات في دالاس، في دالاس في دالاس تحمل الاعلام الفلسطينية وماشية في مسافة شاسعة. يعني مش عارفة كيلو وزيادة وهي شاحنات. وجدنا أغاني الميلاد، أغاني نينابوليس، في أغاني عياد الميلاد بتتغنى بكلمات داعمة للفلسطين. يعني أصبحت الفعاليات مش بس مجرد حمل يفط وهتافات، لا هو أكثر المتفائلين ما كانش يتوقع هذا التغير الشديد في في الشارع. طبعا يعني الناس شايفين طبعا إبادة جماعية بتحدث في غزة، ولكن على الناحية الثانية أيضا قضية الفلسطينية أصبحت قضية العالم دلوقتي. كنا زمان بنقول هي قضية العرب، لكن دلوقتي بقت قضية العالم كله، بما أننا شايفين رأي العين دلوقتي. ده نموذج على فكرة بسيط قوي من المسيرات اللي موجودة في العالم كله، في كل دول العالم موجودة دلوقتي. يعني حتى في أعياد الميلاد هي أصبحت ممزوجة بكلمات عن القضية الفلسطينية. بشكرك سيدة سونيا عباس، مسؤولة اللجنة الثقافية في اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة، وهروح مع حضراتكم أيضا لمتابعتنا اليومية. بما أننا في نهاية عام 2023، فإحنا بنتابع مع حضراتكم أكتر من حصاد. امبارح كنا بنتكلم على الحصاد السياسي، بكرة هيكون عندنا أيضا حصاد خاص بالأثار وأيضا الاكتشافات الأثرية. النهاردة هنتابع معاكم حصاد خاص بالتشريعات والقوانين، ما تم في 2023 في مجلس النواب، حصاد البرلمان المصري من تشريعات وقوانين، إذا كان بالنسبة أو على الصعيد السياسي، على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد الاجتماعي، على صعيد دعم الطفل والمرأة وقضايا الأسرة. معي هاتفيا النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. سيادة النائب صباح الخيرات عليك. صباح الخيرات عليك حضرتك استاذه هبه وعلى جميع الساده المشاهدين. سياده النائب، بدايه كده، اهم ما اتخذ من قرارات وايضا قوانين في رايك في برلمان 2023؟ يمكن البرلمان في دور الانعقاد الثالث اللي كان في سنه 2023 كان هناك المزيد من العمل والمكثف في المحاور المختلفة، خاصة في الجانب التشريعي والجانب الرقابي وحتى في الدبلوماسية البرلمانية قام بها مجلس النواب المصري. ويمكن خلال 56 جلسة كانت في دور الانعقاد الثالث، يعني تم مناقشة وإقرار أكثر من 188 قانون. عمل خلالهم المجلس على مناقشات ومراجعات قانونية، والسادة النواب عملوا بكل جهد على إدخال العديد من التعديلات المهمة على أغلب مشروعات القوانين، سواء كانت مقدمة من الحكومة أو حتى مقدمة من أعضاء المجلس، عشان يكون عندنا بنية تشريعية وقانونية متطابقة ودستوريا وتشريعيا. ويمكن كان بارز جدا في عام 2023 اهتمام البرلمان المصري بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، خاصة مع الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية. أيوة. ويمكن ده كان واضح جدا في أهم القوانين والتيسيرات والإعفاءات اللي قدمت. نعم بالضبط يا فندم. يعني لو جينا اتكلمنا مثلا على المحور الاقتصادي، فاحنا بنتكلم على تعديل بعض احكام قانون الاستثمار عشان يبقى فيه تحفيز للاستثمارات الاجنبيه المباشره والصناعه والتصدير ايضا. ايوه لو اتكلمنا على فيما يخص توطين الصناعه والصناعه في مصر، تم اقرار قانون انشاء المجلس الاعلى لصناعه السيارات، قانون تقنين اوضاع المنشات الصناعيه غير المرخص لها، وده بيساهم بشكل كبير على توطين الصناعه وجذب الاستثمارات، وده هيعود على الموازنه العامه للدوله مع تقليل الواردات من الخارج. قانون انشاء الغرف السياحيه عشان يبقى فيه تنشيط للسياحه، وهي احد اهم الموارد للعملات الاجنبيه والاقتصاد المصري، ده برضه تم اقراره في عام 2023. لو اتكلمنا على الزراعه، حتى تعديل بعض احكام قانون الزراعة وتقديم إعفاءات ضريبية لتنشيط والتيسير على المزارعين لزيادة الرقعة الزراعية،
لو اتكلمنا على المحور الاجتماعي، يمكن المجلس برضو كان فيه نشاط بارز في المحور الاجتماعي. شفنا قانون هام جدا جدا جدا، قانون التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وتنظيم عمله، وده توحيد الجهود بقى في توجيه الدعم للاسر الاكثر احتياجا، وازاي يبقى في نشر لثقافه التطوع، ويبقى في عندنا بيانات ومعلومات عن المواطنين اللي بيحتاجوا الدعم. قانون دعم صندوق قادرون باختلاف، وازاي نوفر له سبل للدعم علشان يوصل لمستحقينه. تيسير منح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، وده برضو جاء من خلال الدوله المصريه لابنائها في الخارج. طبعا حضرتك ذكرتي قانونين كانوا مهمين جدا من قوانين الحمايه الاجتماعيه، قانون اقرار علاوه غلاء معيشه استثنائيه، وده اقره المجلس طبعا بعد ما اصدره السيد الرئيس ووجهه للمجلس، والتعجيل بموعد العلاوه الدوريه للموظفين. وده كله كان بيخدم المحورين مهمين، المحور الاقتصادي ودعم الاقتصاد المصري ودعم الاستثمار وتوطين الصناعه. وكمان في نفس انا برضو عايز انتقل معاك لمحور المراه والطفل، لان ده برضو كان فيه يعني نوع من انواع الحمايه زي ما احنا بنقول. هو دائما وابدا يعني المجلس والدوله المصريه كانت بتعمل على تمكين المراه وحمايه الطفل، وفي العديد كمان من القوانين اللي ما زالت مناقشتها في المجلس الموقر لدعم المراه ودعم الطفل. خليني كمان اتكلم في الادوات الرقابيه اللي كان المجلس قام بيها خلال دور العقد الثالث وخلال سنه 2023، يمكن اكثر من 1336 طلب احاطه، 204 سؤال موجه للحكومه، 487 اقتراح برغبه تم تقديمه في شتى المجالات، بالاضافه الى الدور الدبلوماسيه البرلمانيه اللي قام بيها البرلمان المصري بوفود في المشاركات البرلمانيه، وده كان دور مهم كمان للبرلمان المصري في دعم قضيه غزه والوقوف مع اخواتنا فلسطين، اتساقا مع الموقف المصري اللي بيدعم اخواتنا في فلسطين وحقهم في الارض ورفض التهجير ورفض تصفيه القضيه الفلسطينيه. اعتقد ان مجلس النواب المصري يعني حتى حصل على موافقه على استضافه مصر مكتب اقليمي للاتحاد البرلماني الدولي للمنطقه العربيه هيكون في مصر، واعتقد ده هيكون بيؤكد على دور مصر الريادي في المنطقه وهيكون جسر للتواصل. وكان في كمان من ضمن التشريعات والقوانين ممكن نقول نصيب الاسد كده لدعم قطاع الطاقه، يعني دعم قطاع الطاقه احنا يمكن عندنا كان العديد والعديد من الاتفاقيات، يمكن اكثر من 44 اتفاقيه نوقشت وكان اغلبها في مجال الطاقه، وكمان حتى في هيئه الطاقه النوويه، وكمان كان في اتفاقيات عديده لزياده البحث والتنقيب على البترول، وده يمكن بيعزز الدور اللي مصر بعد ما وصلت ان هي حصلت اتفاق ذاتي في انتاج الغاز الطبيعي في 2018، ان احنا يكون عندنا خطه، يكون عندنا كمان اتفاق ذاتي من المواد البتروليه، وده مش هيحصل الا بزياده الانتاج وزياده الاكتشافات اللي موجوده عندنا. وده يمكن المجلس اصدر العديد من القوانين للترخيص لوزير البترول عشان يكون في مساحات من التنقيب سواء في البحر الاحمر او البحر المتوسط او حتى في الصحراء الغربيه، وده بيساهم بشكل كبير ان احنا يعزز موقف مصر ان هي تبقى مركز اقليمي للطاقه، وفي نفس الوقت توفير احتياجاتنا اللي احنا تقريبا كنا بنستورد 50% من الاحتياجات البتروليه مش من الغاز، وده طبعا هيخفف الضغط على الموازنه العامه للدوله بشكل كبير، والضغط على العمله الصعبه هيحسن بشكل يعني في القريب العاجل من اوضاعنا الاقتصاديه. اعتقد كمان المجلس يعني ما ينفعش نغفل دور مجلس النواب في قضيه غزه، يعني في المساهمات الدبلوماسيه البرلمانيه واستخدام الدبلوماسيه البرلمانيه، يمكن زي ما حضرتك عارفه والساده المشاهدين في مجلس النواب يعني كان في جلسه طارئه يوم 19 اكتوبر، وكان فيها اجماع من جميع الساده النواب مع اختلاف ايديولوجياتهم واحزابهم السياسيه، وكان المجلس كله على قلب رجل واحد، دعما للقياده السياسيه ودعما
قرارات الدوله المصريه. وكان في اتفاق ان يتم ارسال خطاب للاتحاد البرلماني الدولي بيوضح موقف مصر من الانتهاكات من الكيان الصهيوني ضد اخواتنا فلسطين وانتهاك للقانون الدولي وجميع قوانين حقوق الانسان. ويمكن كان في تواصل وتنسيق مع البرلمانات المختلفة للضغط على حكوماتها لإدانة وإصدار قرارات تكون واقفة ضد تلك الانتهاكات الصهيونية ضد اخواتنا في فلسطين، عملا للقانون الدولي والمواثيق الدولية. واعتقد كمان ان البرلمان المصري، وده انا يعني لازم اشيد بالدور اللي قام به رئيس البرلمان المستشار جبالي حنفي جبالي، ان البرلمان المصري قدم ورقه ومقترح في اجتماع البرلمان العربي اللي كان منعقد في بغداد، والورقه دي يمكن عرضها رئيس المجلس. نعم سريعا سياده النائب. نعم تفضل تفضل. وافق عليها جميع البرلمانات العربيه واستكمالا لتلك المجهودات وتكريما ليها في الاتحاد البرلماني الدولي في انجولا، ترأس رئيس مجلسنا اجتماع على هامش المؤتمر للمجموعه العربيه. وتم الاتفاق على اضافه بند طارئ على جدول اعمال الاتحاد البرلماني الدولي، ولاول مره يحصل قرار على اغلبيه اعضاء الاتحاد البرلماني الدولي بالموافقه على اضافه البند ده بعد عن حاس توافق دول افريقيا واسيويه واسلاميه ودول امريكا اللاتينيه. وده كان احد مجهودات البرلمان المصري في دعم القضيه. وانا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، وطبعا تشريعات برلمانيه ويعني قوانين بدورها ان هي ترسخ بكل تاكيد للجمهوريه الجديده. هنتقل مع حضراتكم ايضا لنصائح 8 الصبح الطبيه والصحيه بالنسبه طبعا لتعزيز الصحه العامه والمناعه، كل هذه الاشياء خاصه كمان في التقلبات الجويه كده بنتكلم في المشروبات الساخنه زي ما كنا لسه بنتكلم مع حضراتكم في بدايه الحلقه، المشروبات الساخنه المشروبات العشبيه واهميتها بالنسبه لنا، الا انه ليها فوائد تانية وده اللي اثبتته فعلا الدراسات الحديثه. المشروبات العشبيه يقول لك لا دي مضاده للالتهابات، دي مهمه عشان الصحه العامه، دي بتعزز المناعه، دي بتحافظ على مثلا صحه القولون او الجهاز الهضمي، كل الحاجات دي بقى في هذا القبيل بقى المشروبات دايما العشبيه. بعدين يجي يقول لك ايه لا دي بقى بتخسس او دي تفقد وزن او دي تبعد عننا دهون البطن، هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ وإلى أي درجة؟ وهل كتر استخدام مثل هذه النوعية من بعض الناس بتعتبرها علاجات ولكن علاجات طبيعية التكثيف منها هل ممكن يكون له أضرار؟ يجبني على هذا التساؤل دكتور مصطفى ساري استشاري التغذية العلاجية. دكتور مصطفى صباح الخير على حضرتك. صباح النور. صباح النور. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلاً. وأهمية المشروبات العشبية زي ما احنا بنقول المشروبات العشبيه اللي هي السائده في الشتاء، احنا هنتكلم على النهارده هنتكلم على القرفه وعلى الجنزبيل لان دول المشروبات دي عشبيه شعبيه اللي هم اللي بيدفوا او اللي معروف متداول ان هم المشروبات الشتويه يعني. طب هنتكلم عن القرفه طبعا، احنا اي مشروبات في الدنيا لازم تبقى كمياتها معتدله يعني. ما نصرفش في التناول لان الاسراف في التناول اي مشروبات سواء كانت عشبيه او غير عشبيه تناول كميات كبيره منها ممكن تتلف، يعني بدل ما تبقى ما ناخد الفائده بتاعتها لا هناخد الضرر بتاعها. يعني خير الامور الوسط. الوسط باعتدال. القرفه والجنزبيل مش عايزين نزود اكتر من معلقه صغيره او معلقتين بالكثير في اليوم. يعني ده لو يعني مطحون الزنجبيل مطحون الزنجبيل مع مطحون القرفه ما يزيدش عن معلقه. بص لا عايزين نقول ان ما فيش اي بحث في العالم او اي دراسه علميه اتعملت على خلط القرفه بالجنزبيل عشان نعظم القيمه او نعظم الفائده بتاعتها. الافضل والاحسن ان ده يتاخد لوحده وده يتاخد لوحده. خلطهم مع بعض مفيش اي دراسه او اي اساس علمي بيقول ان لو خلطناهم مع بعض هنعظم القيمه. انا هقول لحضرتك في ناس عندها فلسفه بتقول فيها ايه، انه الزنجبيل له لسعه كده في الطعم في المذاق بتاعه، فهم بيحاولوا يكسروا اللسعه دي بان هم يحطوا زي ما معانا في الصوره كده عود القرفه.
ما هو ده العود القرفه برضه مشروب حامي والجنزبيل مشروب حامي، فانت بتزودي اللسعه اكتر وبتزودي الحمو بتاع المشروب اكتر. لا ممكن تخلطيه بليمون، تحط عليه ليمون كمضاد للاكتر. خلينا نقول طب القرفه بتعمل لوحدها ايه والجنزبيل بيعمل لوحده ايه؟ لان هما الاثنين اصلا متقاربين في القيمه بتاعتهم، في القيمه الصحيه بتاعتهم. فانا مش محتاج ان انا اخلط. يعني الواحد منهم كافي. واحد منهم كافي جدا. ويعني ويعني لو عرفنا فايده ده ايه وفايده ده ايه هيفضل ان انا اخده. انا ممكن اخد مثلا مشروب القرفه الظهر ومشروب الجنزبيل بالليل، كوبايه واحده بس او فنجان واحد بس صغير بمعلقه صغيره لا تتعدى ال 2 جرام. ونفس الحكايه الجنزبيل. لو عايز اخد لو عايز اتناول منهم او اشرب وده لوحده وده لوحده عشان اعظم القيمه بتاعته. هل ليهم اي علاقه بدهون البطن وان هي بتسيح الدهون والحاجات اللي احنا بنسمعها على طول دي؟ لا انا اقول لك بقى الفائده العلميه بتاعت القرفه لوحدها والفائده العلميه بتاعت الجنزبيل لوحدها عشان نقدر نحدد دي هتسيح الدهون لوحدها. لان برضه عايزين نقول مراكز دراسات وابحاث السمنه ما بتنصحش بتناولهم كعلاج للسمنه. لكن هقول لك بقى ايه اللي بينصح بيهم ان هو نفسه القرفه مثلا. القرفه مشروب مضاد للاكسده ومضاد ومقاومه الشيخوخه ومضاد للالتهابات لاحتواء على ماده اسمها السينمالدهايد. السينمالدهايد ديت هي دي الماده الفعاله بتاعته. بيخفض سكر الدم عن طريق تقليل مقاومه الانسولين. اوكي؟ لا ينصح باكثر من تناول ماكسيمم 3 جرام في اليوم، بيقلل بيخفض سكر الدم. هايل جدا. بينظم الدوره الدمويه الدوره الشهريه عند السيدات لان له علاقه برضه بمقاومه الانسولين. اوكي. بيساعد على زياده نمو الشعر عند الستات والرجاله وتغيير ده لو استخدم موضعي؟ لا ده لو استخدم مشروب. مشروب ياثر في الشعر. مشروب زياده نمو الشعر عند الستات وعند الرجال. بيقلل من مقاومة الأنسولين. بينشط الدورة الدموية، بيخفض الدم عند مرضى الضغط. بيزود المناعة عشان ومضاد عشان هو مضاد للفطريات ومضاد للبكتيريا. في نوعين من القرفة، في الكفاية والسلان. الكفاية دي اللي هو كلنا بنشربها اللي هي القرفة الصيني. دي بتحتوي على مادة السينمالدهايد تحتوي من 90 ل 95% بس فيها نسبه عاليه جدا من ماده اسمها الكومارين. الكومارين دي ماده لو اتاخدت بكميات كبيره ماده ممكن تاثر على الكبد وتضر الكبد وتعمل مشاكل سميه في الجسم. اما القرفه السيلاني اللي هي الهندي والسريلانكي دي نسبه السينمالدهايد فيها اقل شويه بس ما فيهاش المواد السميه اللي هي الكوماري. طيب سريعا بقى زنجبيل يا دكتور مصطفى عشان وقتنا. طيب اما بالنسبه للجنزبيل وبرده سؤال مهم عشان ما اقاطعش حضرتك، الافيد في الزنجبيل ان احنا ناخده طازه ولا ممكن ناخده باودر عادي؟ لا الافيد في الجنزبيل ان احنا ناخده مجفف وننقعه قبلها ب 12 ساعه على ميه بارده مش ميه سخنه وناخده على الريق عشان ده لو هناخده لعلاج الغثيان. الجنزبيل مهم جدا كعلاج ناخده مجفف ما ناخدوش طازج. حلو. الصح ويتاخد على ماء ويتنقع الجنزبيل المجفف على ماء ساعة لمدة 12 ساعة ويتشرب على الريق. يفضل على الريق. ليه احنا بنحط على طول عليه على طول احنا عايزين السرعة ونصب عليه المية الدافية؟ لا 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 مية 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 باردة ويتنقع ينقع في الماء العادي الفاتر لمدة 12 ساعة بالظبط كده عشان علاج الغثيان والام المعده والانتفاخات والاسهال والكلام ده. مضاد للاكسده مضاد للاكسده زيه زي الحل زيه زي القرفه. برضه بيزود المناعه ضد الامراض. بيسيح الدهون يا دكتور. بيخفض ضغط الدم المرتفع. ما انا بقول لك اهو بيقلل الكوليسترول. بيخفض سكر الدم وبيقلل مقاومه الانسولين وبينشط الدوره الدمويه وبيساعد على سهوله تنشيط الدوره الدمويه وعدم تخثر الدم. طيب ليه ايه الماده الفعاله بتاعته؟ الجنجرول. الجنجرول هي الماده الفعاله بتاعته. دي ماده مضاده للالتهابات ومضاده للفطريات وماده مطهره للجهاز الهضمي.
انا في الحاجات الفوائد اللي انا قلتها ديت ما قلتش ان هو بيسيح دهون، ما قلتش ان هو بيحرق دهون، لا ده ولا ده. ليه قيمه صحيه عاليه، ليه قيمه صحيه عاليه، ده ليه قيمه صحيه عاليه وده ليه قيمه صحيه عاليه، بس يتاخد بكميه قليله. طب موضوع تسييح الدهون وتقليل الدهون وتقليل دهون البطن سريعا يا دكتور، بيجي عن طريق ايه؟ عن طريق ان هو بينشط الدوره الدمويه، بيقلل الكوليسترول، الكوليسترول والدهون اللي موجوده في الدم. وبالتالي لو اتاخد معلقه لمده 4 أشهر، من 4 أشهر ل6 شهور، وجد انه مع تنظيم الاكل وتعديل النمط الحياتي ممكن يساعد في تنشيط استهلاك الدهون اللي في الجسم. حلو جدا. دكتور مصطفى ساري استشاري التغذيه العلاجيه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. هسيب حضراتكم دلوقتي مشاهدينا الكرام بتقرير اهالينا في محافظات مصر المختلفه، نروح نتابع دلوقتي احسن ناس. ادينا بندردش ورانا ايه، ورانا ايه، بنحكي ونفرفش ورانا ايه، ورانا ايه. كرة القدم العالمية الساحرة المستديرة أبهرتنا امبارح في نهائي كأس السوبر. الأهلي يحبط محاولة فيوتشر إن هو يعمل ريمونتادا أو يعمل كامباك. نطرح أسئلة كثيرة في خلال هذا اللقاء وتحليله مع الناقد الرياضي محلل الكرة العالمية أحمد غنيم. غنيم صباح الخير عليك. صباح الخير عليك يا هبه، على كل مشاهدي برنامج بتاع مصر. غنيم، اعتقد ان اللقاء بتاع امبارح الاهلي وفيوتشر في نهائي كاس السوبر لو كان انتهى 2-0 ما كناش هنبقى بالمتعه دي. 4-2 واحباط محاوله ريمونتادا فيوتشر. هو بالتاكيد طبعا يا هبه، يعني المباراه بالامس يعني كانت، يعني اعتقد الاثاره بتاعتها كانت سواء طبعا الحارس بديل الاهلي مصطفى شرير، الخطا اللي ارتكبه امام عمر السعيد كانت 75 دقيقه الاهلي كان مسيطر بشكل كامل. يمكن ذكرت طبعا مع الفوارق الشاسعه يعني بنهائي برضه كاس العالم الاخير بين فرنسا والارجنتين، برضه الارجنتين متقدمه 2-0 وفرنسا رجعت بدقيقتين عن طريق كيليان مبابي. ولكن يعني الاهلي استدعى طبعا شخصيه النادي الاهلي، اعتقد فرق بشكل جامد. حضور الجمهور اعتقد كان مؤثر جدا، واعتقد ان موضوع الجمهور ده مهم جدا يا هبه، واظهرته بطوله كاس السوبر دي بصرف النظر عن تحفظي على نظام البطوله عشان ضغط الرزنام في المباريات المضغوطه. لكن بيراميدز وفيوتشر بما انهم انديه ما عندهمش جماهير امام اي نادي جماهيري طبعا ليه ثقل زي الاهلي او الزمالك هيتعبوا بشكل كبير جدا، وده ظهر في البطوله دي. فيوتشر عمل يعني ريمونتادا او كامباك كويس جدا، ولكن عدم وجود جماهير وجمهور النادي الاهلي مع خبرات طبعا لعيبه النادي الاهلي اثر بشكل كبير جدا. يمكن النقطه كانت البارزه بالامس طبعا هي مودست، انتوني مودست الحقيقه. ايوه لكن انا ما زلت عندي تحفظ حقيقي على مستوى اللعيب تقيل جدا في الحركه، ويمكن هي الميزه الوحيده ليه في كرات الراسيه اللي ممكن بقى يقدر اعتقد مباراه الامس اظهرتها. النقد في وجهه نظرك كان هو المحرك لطاقات مودست؟ بالتاكيد طبعا النقد كان كبير جدا، ويعني انا من ضمن الناس اللي انتقدوا مودست في الاحداث المهمه الاهلي ما واجهتوش سواء في دوري الافريقي او في كاس العالم للانديه. ولكن يعني جميل، لكن الاهلي اعتقد برضه ما زال محتاج لمهاجم، لان مودست الحقيقه بالتكنيك اللي انا شايفه لغايه دلوقتي ان هو فقط بس نقطه
القوه بتاعته الضربات الراسيه، لكن مفيش سرعات مفيش حاجات كتير جدا بيفتقدها. فاعتقد الاهلي برده محتاج مهاجم، لكن بالتاكيد ان هو يسجل هدف ويصنع هدف بالامس ده برده امر ايجابي بشكل كبير جدا ويرفع من روحه المعنويه. لكن لا اعتقد ان ده يغير من القرار ده من التخطيط في الاهلي بضروره البحث عن مهاجم خلال فتره قرارات الشتويه المقبله في شهر يناير. اروح معاك شويه للكره العالميه، ليفربول كيف سيعوض غياب صلاح اثناء كأس الأمم الإفريقية؟ آخر مباراة هيلعبها مع فريقه يوم الأحد القادم أعتقد مباراة نيوكاسل. يعني أعتقد لأن خلاص كأس الأمم الإفريقية خلاص على الأبواب. طبعا ليفربول عنده أزمة، نتكلم في أهم لاعب في ليفربول السنة دي بالأرقام سواء بالتسجيل أو بالصناعة. ليفربول حاليا متصدر طبعا ترتيب البريمير ليج بعد التعثر الغريب لارسنال مساء الخميس ضد ويست هام في ملعبه. فاعتقد ان وعايز اقول لك ان مش بس هيبه ليفربول، يعني مش بس محمد صلاح بس، وطارق اندو برضه لاعب وسط الياباني مش هيبقى برضه هتفتقده ليفربول طبعا نقص مشاركته مع منتخب اليابان في كاس اسيا. فاعتقد يعني لكن غياب محمد صلاح لن يعوض مهما لا. اولا ليفربول ما اعتقدش هيتعاقد مع مهاجم او جناح في فتره انتقالات الشتويه لتعويض صلاح. وفي نفس الوقت ايا كان الاسم اللي هيجي تعويض لاعب بكلمه محمد صلاح، لان محمد صلاح واحد من اهم اللعيبه في العالم وتاثيره ودوره الخططي والتهديف للفريق واضح بشكل مؤثر جدا، وبالتالي غيابه سيكون مؤثر بشكل كبير جدا. لكن يمكن العزاء بعض الشيء ليورجن كلوب ان الدوري الانجليزي ماتشاته تكون قليله جدا في شهر يناير، عنده ماتشين في كاس الرابطه ضد ارسنال في نصف النهائي وعنده ماتش كاس الاتحاد الانجليزي، وبالتالي الماتشات في البريمير ليج هتبقى قليله، وهي دي البطوله الاهم بالنسبه لكلوب، اهم من كاس الرابطه واهم من كاس الاتحاد الانجليزي. طيب هروح معاك لبيب جوارديولا مانشستر سيتي. الاول هسالك على مستوى الفريق، اخر مباراه جمعته بايفرتون عمل فيها كامباك، كان خسران 1-0 وبعدين قدر ان هو يحسم المباراه لصالحه بثلاثيه لواحد بفضل تعليقات او تعليمات بيب جوارديولا اللي هي ممكن يكون داخل فيها خبره كبيره جدا، ازاي تقدر يعني تستفز الطاقات اللي موجوده في اللعيبه، تذكرهم في الوقت المناسب ان هم ابطال عالم زي ما هو قال، وفي نفس الوقت على الناحيه الثانيه لما تشوف تصريحات جوارديولا فبيقول هناك الكثير من النقاد لا يريدون لك النجاح. ازاي بتحلل تصريحات بيب جوارديولا من حيث ان هو بيحدث الاعلام وفي نفس الوقت بيقدر ان هو يوجه فرقته ان هو يخلص المباراه لصالحه؟ انا يعني حقيقي هبه اللي تناولت هذه النقطه، لان ده درس لكل المدربين في العالم وتحديدا طبعا عندنا في مصر، ازاي مدرب قدر ينقل كل الضغوطات اللي على فرقته خلال الفترة الماضية بسبب نتائج الشباب في البريمير ليج نقلها ليه هو، وبعد اللعيبة عامها خالص اتكلم ان النقاد بيهاجموه هو ما بيهاجموش الفريق، فنقل كل الضغط عليه هو وبعده عن الفريق، وده ظهر في مباراة ايفرتون رغم طبعا الهدف الأول من أحراز ايفرتون عن طريق خطأ طبعا لاعب الوسط الإسباني رودري. لكن بعد كده مانشستر استطاع العودة بصورة قوية جدا رغم الغيابات هبة المؤثرة وعلى رأسها ايرلينج هالاند اللي خلاص يعني لن يعود إلا مع العام الجديد بإذن الله بحسب تصريحات جوارديولا. كلها يومين يا غنيم في العام الجديد. يعني انا بصي هبه، انا في وجهه نظري برضه يعني نقطه سريعه جدا، جوارديولا حينما بيقول ان هو ان هم ابطال العالم مانشستر بالفعل كان عام تاريخي بالنسبه لي كل ما تحمل الكلمه المعنى. وبالتالي انا بعض الانتقادات اللي حدثت لجوارديولا الحقيقه في الفتره الاخيره عشان صح طبعا مش متعودين برضه يبقى رابع الدوري يا غنيم. سيتي قادم، سيتي قادم بقوه، واعيد واذكر بالتصريح الشهير واللي بعتبره تاريخي ليورجن كلوب حينما قال سيكون من العبث أن نضع مانشستر سيتي خارج طبق المنافسة على لقب البريمير ليج. أيوه صح. مانشستر سيتي عاد بقوة، والنتائج اللي حدثت هذه الجولة تحديدا خسارة أرسنال المفاجئة ضد ويست هام تقول أن مانشستر سيتي عاد بقوة، فضلا طبعا خسارة أستون فيلا في يوم البوكسينج داي. طب سريعا يا غنيم معلش عشان وقتنا محدود النهارده، هسألك سؤالين فيما له علاقة بالمدفعجية أرسنال. شايف أرتيتا مع فريق أرسنال هو بيطالب حاليا رغم المستويات الجيدة اللي هو بيحققها في الفترة الأخيرة إلا أن هو بيتكلم أيضا على دعم الفريق في موسم الانتقالات الشتوية، أي من المراكز أنت شايف أن هو محتاج يدعمها؟ الحاجة الثانية فيما له علاقة بريال مدريد، هل أصبح خلاص صفقة مبابي تعتبر حسمت بالنسبه للانتقال في يناير للريال، ومن يخلف تيبو كورتوا؟ سريعا يا غنيم. بالنسبه لارسنال، ارسنال محتاج مهاجم بشكل واضح وصريح، ودي اظهرته مباراه ويست هام تحديدا، اعتقد ده المركز اللي يجب عليه يبحث عليه مايكل ارتيتا. فيما يخص ريال مدريد، لا الصفقه مش محسومه على الاطلاق خالص، كل الامور تبقى مفتوحه. نتذكر سيناريو 2022 خلاص كان خبر فين قدم انتقال لريال مدريد ثم جدد مع باريس سان جيرمان، فكل الامور تبقى مفتوحه فيما يخص مستقبل كيليان مبابي. فيما له علاقة بتيبو كورتوا؟
فيما له علاقه بتيبو كورتو، ولا كورتو ولا خلاص مش هيشارك في كاس امم اوروبا، واعتقد انه ممكن يبوز صعب جدا انه ممكن يلحقه على نهايته، لكن اكيد كورتو فيما يخص وضعيته لا صعب انه يشارك في الموسم ده بشكل كبير. أشكرك شكرا جزيلا أحمد غنيم محلل الكرة العالمية والمحلية والإفريقية، نورتنا وبشكرك على هذه الإطلالة على الساحرة المستديرة العالمية. إلى فاصل مشاهدينا الكرام ونتواصل مع حضراتكم، ولكن هذه المرة من فقرتنا من استوديو 8 الصبح. حصاد الفن 2023 البوكس اوفيس العالمي اوبنهايمر باربي، هنروح للعديد من وفاست اكس برضو اتكلمنا عليه، عندنا كم كبير من افلام الانيميشن وافلام الرعب كمان نزلت في اخر العام، وايضا ما نتطلع اليه في اوسكار القادمه، كل ده واكثر مع مي جوده الناقده الفنيه اللي دايما بتمتعنا بتحليلاتها الفنيه. صباح الفل يا مي. صباح الفل. اخبار 2023 كانت معاكي ايه في الفن؟ كانت مليانه احداث كتيره، كانت مليانه ايرادات كتيره. ايرادات ولا محتوى؟ كان عندنا اكتر من 330 فيلم، فكان في كل حاجه، كان في تشكيله من افلام كتيره. ايرادات طبعا كانت عظيمه، كان عاملين ارقام هايله في باربي وفي اوبنهايمر وسوبر ماريو كان. وبعدين لو بصينا للمزاج العام في اعلى افلام، اعلى خمس افلام في البوكس اوفيس على مدار السنه، هنلاقي ان الجمهور هرب من اي فيلم دراما. هنلاقي عندنا باربي وسوبر ماريو واوبنهايمر بس الوحيد اللي فيه ده بفعل التحديات العالميه والتداعيات الخاصه بالحروب العالم كله هربان والازمات الاقتصاديه وسببهم الكورونا، العالم كله هربان من اي فيلم فيه فكره ثقيله. اللي هي اتقل فيلم كان اوبنهايمر او معاناه. احنا عايزين نتفرج على كرتون سوبر ماريو وباربي رغم كل الانتقادات اللي كانت عليه، بس هو في الاول وفي الاخر فيلم خفيف لطيف. مش فيلم فيه كولرفول قوي يعني، بالظبط ما فيهوش دراما قويه. فيلم اكس فاست اكس كان جايب اخر خمسه ايرادات، وكان قبلها ذا جالاكسي ذا جاردين اوف ذا جالاكسي. فالافلام كلها يا اما سوبر هيروز يا اما كوميديا كرتون، ما كانش فيه افلام جاده في اعلى افلام السنه. افلام الاكشن كان نصيبها عامل لما يبقى حد بيعمل فيلم درامي عايز يقولهولي. لكن كمان لو رحت معاكي الفيلم اوبنهايمر، احنا اتكلمنا عليه في وقتها واتكلمنا على ايراداته، لكن شايفه بقى انه حتى ان هو يستمر في البوكس اوفيس اكتر من اسبوع، كذلك باربي على فكره بالظبط مع اختلاف المحتوى المقدم، تعليقك على الموضوع ده؟ يعني الاثنين قعدوا في كتير جدا استمروا، لكن في نفس الوقت تيجي تشوفي طب هو ايه العنصر المشترك اللي بينهم؟ مفيش. هو العنصر من نفس اليوم تقريبا، بس حاجه لو صدفه بحته. ويقال ان المنتج لاوبنهايمر كلم مارجت روبي وقال لها انه اجلي فيلمك شويه، كانت هي كمان منتجه في الفيلم، عشان ما يبقاش مع بعض وننافس بعض، وهي رفضت. قالت له اللي خايف هو يعني اللي خايف يوسع يعني خايف يروح اللي خايف يعني انا هنزل في معادي يعني. مفيش اي حاجه بينهم، والجمهور حتى تذوق ده، وانا اظن ان اللي دخل ده هو اللي دخل ده، لانه القوه الشرائيه بتهيألي في العالم كله هتبقى واحده. اللي معيار النجاح في 2023 بالنسبه لنجاح الفيلم كان يرجع الى الايرادات فقط؟ بصي لان لو بصينا على الايرادات كلها عامه هنلاقي ان اغلب الافلام اللي جابت ايرادات عاليه كلها قويه جدا، وكلها هتبقى ليها في الاوسكار، واغلبها هتخش خلاص جولدن جلوب. ايرادات كانت جولدن جلوب. جولدن جلوب اغلبها كلها ترشح جولدن جلوب على ايرادات. طب فكرينا بالافلام دي. باربي اوبنهايمر زي ما كنا بنقول، في كيلر اوف ذا فلاور مون مترشحين، في اناتومي اوف فول ده كله اتكلمنا عليه في ايرادات كانت عاليه طول السنه، وده كله نازل جولدن جلوبس مترشح، ويتوقع منه ان هو كمان نازل في الاوسكار. فايرادات كانت مهمه جدا السنه دي طبعا. على العكس موسم 2024 شايفاه ازاي؟ واقوى الافلام اللي نازله فيه ايه؟ شايفه انه لسه، عشان احنا بقول لك حركه التاجيل ده، ففي افلام اتاجلت اوريدي وفي افلام لسه مش عارفين هيلحقوا يخلصوها ولا لا، فشويه فيها غموض ناحيه السينما. لانه الحركه اللي هم لما وقفوا انتاج 6 شهور تقريبا او 4 شهور حاجه كده، عطلوا كذا فيلم كان متوقع ينزل في اول السنه. فاللي هيلحق اخر السنه، اللي هيلحق نص السنه، بس اتوقع ان في فتره مش هيبقى عندنا فيها افلام مهمه نازله. جارديان اوف ذا جالاكسي برضه عايزه اخد تعليق عليه. هو سلسلة كاملة وده كان آخر جزء فيها، والناس اللي بتحب الأفلام اللي لها علاقة بالسوبر هيروز وأبطالها كمان محبوبين هم دخلوا، والفيلم حلو لطيف يتشاف يعني. بس انت عارفة حتى الشريحة بتاعت نوعية الأفلام دي اللي هي أنا عايز سوبر هيرو، ابتدوا كمان أنه قد ينتقدوا الفكرة بتاعت الفيلم بالظبط، من خلال بقى دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي في الموضوع، بيقول لك لا دي حاجات مش واقعية، أو حاجات اللي هي رجعنا بيها لزمن فات ما استغلناش أو ما تطورناش معاها، يعني عارفة ما وظفناش تقنيات الذكاء الاصطناعي حسب التطور.
ما هو عشان لسه بنجرب، احنا لسه بنبدا الذكاء الاصطناعي في العالم كله، مش بس في مصر، هو في العالم كله، فطبيعي في مره هتنفع، مره هتبقى فيها هتقلش زي ما بنقول، ده الطبيعي، ده التجربه اللي بتحصل. بس انا شايفه ولحد دلوقتي قالش مش كله والله، في حاجات كتير جدا حاجات معموله السنه دي فيها ذكاء اصطناعي بشكل رهيب ومعموله حلو، مش تحسي حتى ان هم مدخلين فيها AI، تحسي ان هي طبيعيه قوي، فده كانت تجربه ناجحه. بس هو لسه لما نقعد نجرب، احنا لسه بنتكلم عن الذكاء الاصطناعي بالقوه دي وبالطفره دي بقى سنتين بس تقريبا. بس انا شايفه يعني فعلا انه افلام الانيميشن فيها طفره، بغض النظر بقى عن الانتاج اذا كان الشركه الاساسيه او التعاون اللي كانوا بيقولوا عليه في ختام 2022 وشفناه اتنفذ في 23، لكن المنتج بالنسبه لنا والصناعه نفسها انا شايفاها اتطورت وبقى فيها شغل اكتر عليها، وكان فيها العديد منها مبهج Elements. طبعا ده حقيقي، والافلام الكرتون السنه دي كانت قويه جدا، والمنافسه حتى عليها في الاوسكار اظن هي مش تبقى سهله. وكمان اخر شهر على نتفليكس نزل كذا فيلم كرتون وكلهم مناسبين لفئه عمريه صغيره اقل من 7 سنين، فده مخلي المنافسه حلوه والاطفال مبسوطين واحنا كاهالي مبسوطين، لان احنا بنشوف حاجات ما فيهاش ايحاءات، ما فيهاش خروج عن النص، عكس ما كان بقى لنا حبه في تخوف دايما من توجهات ديزني تحديدا او توجهات نتفليكس على الاطفال. فالسنه دي طبعا موجود، بس اللي بيجي لنا احنا كعرب مش موجود الكلام ده. طيب بما انك برضو تناولتي يعني ايه الاتجاهات دلوقتي، الاتجاهات بالنسبه للناس كنا دايما بنشوف حتى في الكتب اللي هي مشتراه من على مثلا اللي هي السايتات العالميه، نلاقي مثلا الاحداث الجاريه بتؤثر على الشراء في مجال معين. هل شايفه انه مماثل بالنسبه للسينما انه الاتجاه في الانتاج وفي صناعه السينما هتكون بتصب في اتجاه معين او فكر معين فيما له علاقه بالسياسه، افكار الحروب؟ هو اوريدي موجوده طول الوقت افكار الحروب في السينما، يعني السنه دي كان عندنا فيلمين عن الحروب، ذا كيلر فلاور مون وفيلم تاني مش فاكره اسمه بالظبط، بس وبرده من الافلام المهمه اللي نازله زون اوف انترست. وعلى فكره اوبنهايمر برده بيناقش القضيه دي بالظبط، كل ففي لا افلام طول الحروب طول الوقت موجوده، بس الفكره لو هيدخلوا فيها الجزء العربي او مش هيدخلوا فيها، ده اللي هنقدر نشوفه لما يحصل. بس ان الحروب موجوده، السير الذاتيه موجوده، الافلام الرعب والتشويق موجوده، وكل ده موجود في القناه. انا اتوقع ما هترشح للاوسكار كمان. اخر سؤال يا مي، السينما المصريه متوقعين ايه في 2024؟ لحد دلوقتي في 8 افلام نازلين كمان خلال الاسبوعين الجايين، باقي نص السنه. وافلام كلها طبعا الغالب الكوميدي بيطبع عليها اكتر. عندنا فيلم ابو نسب وعصابته عظيمه، عادل مش عادل لاحمد الفيشاوي، والحريفه لخالد النبوي لنور النبوي. فدي كلها افلام لطيفه ممكن تتشاف، واظن ان يعني انطلاقه قويه ل 2024. بدايتها حلوه وبدايتها فيها افلام خفيفه، لانه دايما موسم نص السنه الدراسي او الموسم اللي هو احنا لسه بنبدا السنه، فمش محتاجين خلاص نشوف افلام دراميه قويه، نستنى شويه للصيف، نستنى لموسم هيبقى لسه قدامنا سنه طويله نتكلم فيها يعني. اكيد واكيد الموسم والبوكس اوفيس برضو مستمر معانا بالنسبه طبعا للانتاجات الجديده، والجميل كمان ان احنا بنشوف بطوله جديده مثلا لنور خالد النبوي، فده برضو مولد نجم جديد، اكيد هنستمتع ونكون متطلعين ان احنا نشوف نجم شفنا بقى وجوده في المسلسلات في الدراما المصريه، واكيد الموضوع بالانطلاق بالنسبه وفي بطولة سينمائية يكون مختلف. بشكرك شكرا جزيلا مي جودة الناقدة الفنية، دايما بنستمتع بفقراتك، نورتينا وكل سنة وانت طيبة. ده كان حصاد السينما العالمية مع حضراتكم مشاهدينا الكرام، وإطلالة سريعة على بوكس أوفيس مصر في 2024. كملوا معانا الفقرات بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني وفقرتنا النهارده فقره جميله جدا ولطيفه جدا، مش انا لوحدي، الا ومعايا زميلتي العزيزه هبه ماهر. اهلا بيكي يا هبه، طبعا مذيعتنا القمر. حبيبتي يا قمر، حبيبتي عامله ايه؟ النهارده بقى هنتكلم عن ايه؟ ان الامراض دايما مرتبطه بالعلاج، واحنا لما بنتعب بنعرف على طول ان احنا هناخد دواء، فهل ان 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 الواحد ممكن يستغنى عن الدواء بالطعام؟ وايه الامراض اللي ممكن يعالجها بالطعام؟ خلونا نعرف ده من ضيفتنا اللي مشرفونا النهارده في استوديو 8 الصبح. معانا الدكتور
ساره مجدي اخصائيه التغذيه العلاجيه. اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيكي. اهلا بيكي. ازيك يا رحمه؟ انت طيبه حبيبتي. دكتور ساره اهلا بيكي. اهلا بيكي. وبدايه كده هل احنا ممكن نعطي تعريفا للعلاج بالتغذيه انه منهج علاجي معين؟ اه طبعا اكيد. بصي احنا الواقع او الناس عموما عارفه انه اي علاج بيبقى مرتبط دايما ان انا عندي مرض معين، فاي حد بيبقى عنده اي مشكله صحيه بيلجا للطبيب في البدايه علشان ياخد العلاج. لكن ابتدى مؤخرا مع التقدم الشديد في علم التغذيه ابتدت بقى في امراض كتيره جدا جدا مرتبط علاجها بجزء كبير قوي من تعديل سلوك الغذائي للمريض. لو عدلت السلوك الغذائي للمريض بيختلف تماما البروتوكول بتاع علاجه، بتلاقي حتى بروجريشن الحاله نفسه بقى حلو قوي. التاثير بتاع الميديكال تريتمنت او العلاج الدوائي اللي المريض بياخده بتلاقي نتيجه حلوه جدا، نتيجه ان هو بس ظبط البلان او الفود بلان بتاعته. فده بيختلف كتير عن قبل كده لما مثلا كان اي حد بيجي له اي مرض بيرتبط بس بالعلاج، فكان بيلاقي انه ما فيش تحسن بالنسبه له كبير، وممكن كان كمان يظهر مضاعفات للمرض وهو ما بيبقاش عارف ان السبب في ده انه اصلا ملخبط في الاكل بتاعه. صحيح. طيب انتي قلتي لي قبل الهوا ان فعلا ان شوربه الفراخ وبالذات الفرخه البيضة شوربتها فيها انتيبيوتيك. كلميني عن الموضوع ده. طيب بص يا ستي، الفراخ البيضة من الحاجات اللي بتتربى في مزارع، مش بتبقى متربيه في بيوت او مع ستات بيوت، فبالتالي عشان تتربى في المزرعه بيدوها انتي بيوتكس وفيتامينز ومينرالز علشان تكبر بسرعه، وعشان كده دايما دكاتره البطنه بينصحوا بيها في ادوار البرد الشديده بشوربه الفراخ، لانها فعلا فيها انتي بيوتكس. بس في برضه دكاتره بيحذروا منها، يقول لك لا دي هرمونات عشان مع الاحجام الكبيره بقى. في ناس فهنا نخلي بالنا يعني نجيب اللي هي رحمة عاجبها قوي الجزء ده. استني بس عشان نكمل النصيحه للساده المشاهدين. هي فكره انه لو سيده حامل تجيب الوزن اللي هو القليل الصغير. طبعا اكيد. وعلى فكره مش بس السيده الحامل، ده احنا كلنا عموما نهتم ان الفراخ البيضه بالذات تبقى الاوزان بتاعتها صغيره. الله بيقول عليها فراخ شامورت تقريبا او حاجه كده، ليها اسم كده اللي هي الصغيره. لا اعتقد ان الاسم التاني ده للفراخ البلدي اعتقد. والله أنا مش هفتي في حاجة، مش لو فراخ بلدي بس يعني. تبقى أو مزارع اللي هي بتبقى الصغيرة أحجامها صغيرة. دي بتبقى فعلا واخدة أنتي بايوتكس وواخدة فيتامينات ومينرالز، بس الأحجام الكبيرة فعلا بتبقى واخدة هرمونات فغير محبذة للسيدة الحامل. أكيد أكيد. يعني في ناس بتقول لك إن فعلا مش لازم الفراخ البيضة، أصل الفراخ البيضة يعني الفراخ عامة فيها الموضوع ده. لا بس هي مفيده، الطيور او الدواجن عموما مفيده. دايما بيقولوا ده فراخ عامه هي بتبقى فيها. لا وفي ناس كمان ما بتحبش شوربه الفراخ اطلاقا وتقول لك احنا بس يعني بنسلق بس الفراخ وبنرميها. انا عايزه بس اروح معاكي وارجع تاني للميديكال نيوتريشن ثيرابي او العلاج بالتغذيه. العلاج بالتغذيه هو عناصره ايه؟ عناصره ايه؟ اول حاجه المريض لما بيصاب باي مرض وليكن مثلا الضغط، السكر، ارتفاع في نسب الكوليسترول، بكل درجاته. اي مرض نعم بكل درجاته. طبعا بكل درجاته. اي مرض مزمن عموما المفروض ان العيان في البدايه بيلجا للطبيب. أكيد. الطبيب بيديله الادويه المخصصه للمرض ده. وبعد كده المفروض ان هو بيلجا لطبيب التغذيه لتظبيط الفود بلان بتاعته. بعد كده ده بيخلينا ان احنا في يعني على اللونج ران يبتدي ان المضاعفات بتاعه المرض دي بتقل تدريجي. يعني انت من خلال ممارستك في المهنه دي انت شايفه ان هو عامل اساسي ولا عامل مساعد؟ لا بصي هو عامل اساسي ولكن ما اقدرش استغنى عن الادويه. يعني طبعا. فكره ان انا استغنى عن الدواء عشان اظبط اكلي لا. هو لكن الاثنين شغالين مع بعض. بس بنسبه مثلا يعني التغذيه بنسبه 50% مهمه جدا جدا خصوصا لمريض ضغط وسكر. بس دي نسبه كبيره يا دكتوره. طبعا نسبه كبيره يعني اكيد. يعني في عيانين سكر كتير بروجريشن المرض بتاعهم ممكن يوصل لمثلا تنميل شديد في الاطراف لدرجه ان هم ما بيبقوش حاسين بيها. ممكن يوصل لفقدان في النظر، ده نتيجه ان هم مش مظبطين الاكل اصلا. يعني هم لما بيظبطوا الاكل حقيقي المضاعفات بتاعه المرض بتقل كتير. طب برضه يا دكتوره في سؤال كده لسه جاي دلوقتي في دماغي، يعني ايه الاكل اللي بيساعد على تعزيز المناعه وطبعا يعني
يعني بالذات في الشتاء في فصل الشتاء. حلو قوي السؤال بتاعك ده، بما اننا فعلا في الشتاء الحاجات اللي بتزود المناعه الحاجات اللي هي فيها فيتامين ايه، الحاجات اللي فيها مضادات اكسده عاليه، ودايما نربط فيتامين ايه باي حاجه لونها اورنج، يعني الجزر، البطاطا، البطاطس، الخضار، الفاكهه، كل الحاجات دي فيها فيتامين ايه. ايه الخضار والفاكهه اللي ممكن ناخدها؟ طيب اوكي، اي حاجه لونها اورنج زي ما قلت لك، زي مثلا البطاطا، البطاطس، جميع انواع الخضروات، السبانخ، كل الحاجات دي بتبقى حلوه قوي، فيها نسبه فيتامينات ومعادن عاليه، فبتبقى مغذيه جدا. طب ايه العادات يعني او ايه الاساليب الغذائيه الغلط اللي ممكن الواحد يعملها ويتسبب يعني بالامراض؟ طيب الاساليب الغذائيه الغلط، مثلا ابسط حاجه خالص وجبه الفطار الصبح. ممكن اي حد فينا يصحى الصبح مش عاوز ياكل، ملوش نفس للفطار، فياخد مثلا كوفي مع بسكوت او كرواسون او اي مخبوزات سريعه. دي عاده من العادات الغذائيه الخطا جدا، لانها بتسبب ارتفاع في نسب الانسولين او معدل الهرمون انسولين في الدم. وعلى فكره دي من الحاجات اللي ممكن تتسبب على اللونج ران ان الشخص ده يجيله سكر اصلا. لان انا بخلي الشخص ده على طول على مدار اليوم معدلات الانسولين بتاعته مرتفعه جدا. فممكن بعد كده تلاقي الشخص يبقى ده يبقى ديابيتس على بالظبط، يعني هل على حافه الهويه بالظبط. يعني فعلا يعني فعلا، هل الأعراض المزمنه من ضمن قائمه العلاج؟ اكيد ده هي على راس القائمه. ده هي رقم على فكره يعني انا ملاحظه من كلامك ان احنا بناخده اصلا في الاساس نظام غذائي. ده نمط حياه يعني برافو عليكي، انت كده لقطتي الموضوع صح. يعني هو كده فعلا وقاية. لازم يبقى لايف ستايل من البدايه. انا دايما حتى في اي لقاء كنت بطلع كنت دايما اقول احنا لازم نعلم اولادنا الصغيرين ان احنا ازاي نظبط اللايف ستايل بتاعهم من وهم اطفال، علشان لما يكبروا هي اي عاده عموما اي بني ادم فينا لما بيعتاد اي عاده بتبقى تقريبا في حدود 3 شهور. بعد ال 3 شهور جهود الدوله في الموضوع ده، يعني حتى الوجبات اللي بتقدم للاطفال في المدارس دي حقيقه، مشروع سايلو فود والكلام ده كله، اللي هي يبقى في حتى لو بسكوت لا ده بس بسكوت صحي. ده صحي، انا شفت فعلا المكونات بسكوت بتاعته فعلا بسكوت. صحي ايوه. ايه ده الحاجات اللي بتتقدم للاولاد في المدارس فعلا من الحاجات الصحيه جدا عشان تبقى وجبه متكامله. مكوناتها يا رحمه، مكونات البسكوت نفسه بتبقى مكونات صحيه عشان تبقى وجبه متكامله للطفل. طب ايه الامراض اللي ممكن يعني او ايه الامراض اللي ممكن نعالجها بالطعام؟ الامراض المزمنه اللي هي الضغط، السكر، الكوليسترول، ممكن كمان الامراض غير الامراض المزمنه، ممكن الامراض المناعيه زي مثلا الروماتولوجي او زي الروماتويد او الروماتيزم او الفايبروميالجيا، ممكن حتى كمان ادوار البرد العاديه خالص دي، ان احنا نحمي نفسنا من الاصابه بالبرد باننا قبل دخول مثلا فصل الشتاء نحاول ان احنا نظبط المناعه بتاعتنا بالخضار، بالفاكهه، بالمشروبات العشبيه، هتفرق معانا كتير جدا. طب في اللي هي كده بقى في سؤال يعني او في لو في نصيحه تقدر تقوليها لنا او للساده المشاهدين؟ اول حاجه ان احنا نهتم بالاطفال جدا جدا وبتغذيتهم. نهتم ان وجباتهم تبقى صحيه على قد ما نقدر، نعود الطفل من وهو صغير على يعني ايه اكل صحي. اعوده ان هو يمتنع تماما عن الاكلات السريعه، احنا اللي بنعرفهم دايما على الاماكن اللي فيها الاكلات السريعه وعلى الوجبات السريعه. ولازم نخلي لايت اكتيفيتي يوميه في يومنا كلنا، تبقى على الاقل من نص ساعه لحد ساعه الا ربع بشكل يومي، حتى لو كانت مشي خفيف. المشي الخفيف من الحاجات اللي بتساعد على ان دايما الـ يعني الدوره الدمويه بتاعه الجسم بتشتغل بشكل كويس جدا. وفي نفس الوقت معدل يعني ارتفاع الجهاز بتاع المناعه بيختلف كتير مع الرياضه. اخصائيه التغذيه العلاجيه ماسترز جامعه القاهره ساره مجدي، دكتور ساره نورتينا وقتينا، كل سنه وانت طيبه. عندي طيبه حبيبتي ان شاء الله وسعيد. ميرسي جدا، اشكرك يا رحومه، وكل الشكر للساده المشاهدين. بالنسبه لي انا ورحمه نلتقيكم ان شاء الله الجمعه القادمه، ولسه مكملين معاكم، ولكن هذه المره مع صيحات الموضة للأطفال في 2024 وفقرة الأطفال مع زميلة داليا أشرف. بعد الفاصل إلى اللقاء. صباح الخير على حضراتكم، وصباح الأمل والتفاؤل والبهجة اللي دايما بنطل بيها في 8 الصبح. النهاردة معانا فقرتنا المعتادة دايما الموسمية، وهي فقرة الأزياء، وإحنا النهاردة بقى معانا أزياء شتاء 2024 للبنوتات الأمارات
زي ما بنهتم كده بسلوكياتهم وبأنهم زي نموا شخصيتهم، جزء مهم جدا من تنمية الشخصية أنهم يهتموا بمظهرهم العام. فالنهاردة إحنا معانا بقى نشوف إيه آخر صيحات الموضة لشتاء 2024 مع ضيفتنا العزيزة اللي بتجينا من اسكندرية مخصوص، أميرة أحمد مصممة الأزياء. صباح الفل. صباح الفل على حضرتك. أخبارك إيه؟ الحمد لله بخير كله تمام. إيه بقى آخر يعني الموضة بتاعت شتاء 2024 للأطفال؟ الموضة إن الألوان مش غوامق بس، طالع الفوشيا والأورانج الأحمر ممكن الأخضر، دي ألوان صيفية مكملة بقى في الشتاء والله. والقماش اللي طالع الصوف، الصوف الكارو طبعا ده ما بيبطلش أبدا. في قماش اسمه تويد، في البيتبول زي حضرتك لابساه كده وهنعرضه، في صوف سادة وصوف مدفر، يعني هو عموما اللي طالع موضة السنة دي الصوف بأشكاله كلها. أوكي طيب، الألوان المين احنا كنا دايما نعرف إن الشتاء حتى مع الأطفال الغوامق، الكحليات البنيات، هو الغامق اساسي في الشتاء بس السنه دي طالع بقى الفاتح كمان، اورانج، فوشيا، الزيتي اللي هو المخضر العاطي على الاخضر شويه. اوكي الوان مبهجه. الالوان كلها الوان تحسيها اطفالي قوي، البينكات كل حاجه، يعني كل الوان بتاعت الاطفال بتاعت الصيف مكمله معانا في السيزون. طيب هل الموضه بتاعت الكبار العامه ممكن تطفي على موضه الاطفال؟ يعني انه مثلا الموضه بتاعت مثلا الترند مثلا زي ما انت بتقولي كده الكاروهات، ماشي، ممكن المصممين الازياء بتوع الاطفال اللي زيك بياخدوا الموضه بتاعت العامه بتاعت الترند العالمي لموضه الاطفال؟ ممكن لو في حاجه حسيتها مناسبه للاطفال، وممكن قماشه بوظفها بطريقه ان هي تبقى طفوليه، يعني مثلا البليزر حضرتك لابساه شيك واليجانت الكبير، طفله تلبسه؟ لو بنوته احنا هنشوفه معمول بنفس القماشه بس ستايل اطفالي. يعني انا ممكن القماشه بتعجبني باخدها بوظفها ان هي تبقى اطفالي. بس بتبصي دايما على الترندز العالميه؟ طبعا لازم، احنا بنشوفه كمان، خصوصا ان انا كمان بعمل ماتشنج المامي والبنوته، فبنبقى لازم شايفه الموضه العالميه الكبار الموضه بتاعتهم، وبوظف ده برضو للاطفال. ودلوقتي بيحبوا يلبسوا زي بعض، شبه بعض، الماميز مع الولاد بيحبوا يلبسوا زي بعض، وبتبقى شكلها لذيذه وحلوه قوي. بحب اللوكات دي. طب تعالي نبدا بقى نعرض. اتفضل يلا بينا. معانا اللون الاحمر سيلا. انا بحب قوي اللون الاحمر، هو دايما تحسيه كده هو اساسي متوحد. يعني بيبقى حلو صيف وشتاء، يعني لون بيبقى لذيذ قوي. سيلا الموديل بتاعها ده دريس وعليه الكروب توب اللي فوق، ستايل بلورو بس كروب توب، يعني جاي عكس بعض. اوكي الماتيريال كلها صوف بس اللي تحت مضلعه، ده قماش بوكلات، واللي فوق مدفر، يعني حبيت ان انا اعمل ماتشنج ما بين نفس الخامه بس شكلين الرسمتين مختلفتين. انت كمان قفلتيه علشان برد بقى فيدفي، يعني هو يدي الشكل بس هو مقفول. وعملت لها بقى شنطه الويست من نفس الماتيريال بتاعتها، فيعني قلت الاكسسوار يبقى من ضمنها. هي اللي بتطعم الحاجه. اوكي ولابسه الهاف بوت شياكه. الهاف بوت مع البري بقى. اوكي لفي كده يا سيلا. لا شياكه قوي قوي، ده يليق على كل انواع البشره. انا ما ضد فكره ان احنا نقعد نقسم البشره. انا يعني البيضه زي القمحويه زي الغامقه، كل الالوان بتليق على كل البنات. اوكي طب تعالي يا سيلا نسال سيلا بقى، تعالي اخبارك ايه؟ الحمد لله. قولي لي يا سيلا، انت اصلا بتحبي الشتاء اكتر لبسه ولا تحبي الصيف اكتر؟ الشتاء. اشمعنى؟ عشان السقعه. ايه علاقة الساعة انك تحبي الشتاء اكتر؟ يعني تحبي اللوك الشتوي اكتر، تحسيه قيم كده اكتر، ولا ايه بالظبط؟ مش عارفة هي بتحب الشتاء وخلاص. طيب قولي لي انت ايه الفيفوريت كالرز بتاعتك، ايه الالوان المفضلة؟ بينك وبربل والريد. يعني انت النهاردة لابسة اللون المفضل بتاعك، ومين بيختار لك لبسك؟ ماما. وبتناقش معاكي ولا بتسمعي كلامها على طول؟ بسمع كلام على طول. ودي مسالمة، دي تقول لك انا بحب كذا يعني مريحة دماغها. ماشي اوكي ثانك يو يا سيلا، ثانك يو، هنجيبك تاني في الصورة الجماعية. اللوك التاني، الله ده شيك قوي، ده فريدة. فريدة. عجبني الكاروهات ده. اللوك بتاع فريدة السكيرت قصير، كارو، ده صوف. وعملت البلوفر ده فرو، فرو ناعم كده عشان يدفي. ايوه عارفاه ده. حلو قوي ده، تحسي ان انت عايزه تنامي وانت تحسي عامله الدبدوب كده اللعبه. ايوه وعملت بقى الفيونكات من نفس الماتيريال بتاعت السكيرت،
للبلوفر، يعني طعمت البلوفر مع الجوب. اوكي. السكيرت اللون ده كانت بتلبسه سعاد حسني ومرتبط عندي، يعني انت محتفظه بفكره انه الترند بتاع زمان بيجي تاني. بيجي تاني، بيرجع تاني. وانا بحب اصلا، حضرتك هتلاقي الكوليكشن كله في بنطلون واحد بس وشورت واحد بس، الباقي كله سكيرت ودريسز. انا بحب اكتر البس البنات كده، اللي هو البنوته. بنوته بس ممكن بقى تلبس تحتيه بقى كولون ابيض كولون اسود عشان لو في شتاء طبعا عشان البرد. هي حابه، هي قالت لي عايزه تلبس من غير الكولون، فقلنا خلاص معلش الاستوديو مدفي شويه بس هي تعالي يا بنوته. فريده ضحكتها حلوه. فريده ازيك يا فريده؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. قولي لي مين بيختار لك لبسك يا فريده؟ انا ومامي. انت بيبقى ليكي راي وماما ليها راي، بتتوافقوا مع بعض ازاي؟ يعني بتتفقوا ازاي؟ لو هي مثلا تقول لك لا انا شايفاكي في الاحمر اكتر، وانت تقولي لا انا عايزه البس ابيض، فمين فيكم اللي يعني كلامه هو اللي بيمشي؟ فريده. مش عايزه تزعل ماما. فريده. فريده صح؟ مش عايزه. دبلوماسيه فريده. طب انت ايه الالوان المفضله ليكي يا فريده؟ البينك والبربل والوايت والبلو. اوكي. البربل بقى منتشر قوي بين الاطفال بيحبوه، عشان في دلوقتي الكرتون في شخصيه بتلبس بيربل، فهم بيبقوا مرتبطين بشخصيه ديزني اكتر على الاساس ده. وريني كده يا استاذه فريده. ماشي. التوكا شياكة ده لو اكسل سمول انا هلبس السمول. الجمال النوبي القمر تيا قمر، دايما ببقى حريص انا في العروض بتاعتنا يجيب الجمال القمر ده. طبعا. قولي لنا بقى. تيا لابسه الطقم بتاعها كله شموع. ده تحفه. بشوفه انا على النت بيبقى لذيذ قوي. البنطلون شموع لون الكشمير، وعملت الخطين من الجنب، والجاكيت نفس ال وعامله الرجل اللي هي شارلستون بتاعت زمان دي، رجعت تاني السبعينات. بس وطعمته بقى بالزراير بتاعت البنطلون والسوسته بتاعت الجاكيت بالجولد، يعني طعمت بس اللوك يعني. اوكي. واللوك ده على فكره بيدي شيب كده حلو للجسم للمليانين. ممكن يرفع، يعني ممكن بنوته مليانه تلبسه عادي. صح. لان البنطلون الشارلستون بيجسم مع الجاكيت، بيظبط شكل الجسم عادي. اوكي. تعالي لي يا تيا، ده احنا هنحكي عن شعرك كتير يا تيا. ايه القمر ده يا تيا؟ انت عارفه انك جميله وقمر؟ شكرا. وشعرك ده تحفه، نفسي اعمله في يوم من الايام. وانا كمان. ايه الاخبار؟ كويس. انت عامله بقى الوان ايه يا تيا؟ نسيت البينك. مين اللي اختار لك البينك ده في شعرك يا تيا؟ انا. انت ليه اخترت البينك ده؟ عشان هو حلو. علشان هو حلو. تبص بتعمل لي ازاي؟ عشان هو حلو. اوكي. انت بقى ايه الالوان المفضله ليكي يا تيا؟ البينك والبربل والاحمر. اوكي. نفس الالوان المشتركه ما بينهم. نفس الألوان. اوكي. وملاحظه كمان ان انت عامله حاجه حلوه، ان ممكن اللي فوق لو الجو خف شويه البرد ممكن تلبس تحتيه مش هاي كول. ممكن تلبس حاجه كات، ممكن مثلا على دخله الصيف لما الجو يهدى شويه تلبس حاجه وان شولدر كروب توب، يعني عادي ممكن. وممكن عشان تبقى ممكن تلبسه كذا مره. وممكن الهاي كول الجاكيت يتلبس لوحده والبنطلون يتلبس لوحده، يعني هو الاوتفيت على بعضه حلو، وممكن يتوظف البنطلون لوحده، يعني لو البنطلون على من فوق مثلا بلوفر اوفر سايز لوحده هيبقى حلو، الجاكيت على سكيرت سودا هتبقى حلو. اوكي. لا فممكن شيك. توظف الطقم. انا برضو عايزه من ده، لو هي اكس سمول انا هاخد سمول. حاضر. ماشي. انا بقول اهو انا حجمي سمول. سيلينا. سيلا جايه لابسه زي الطقم بتاعي. اتفضلي يا سيلا. سيلا ده فكره اللي كنت بقول لحضرتك، نفس الماتيريال بس عاملينه بستايل يليق اطفالي. هو نصه الصوف ونص من تحت الفر ومطعمه بالجلد. اوكي. والكابيشو من ورا مطعماه برضو بالفر والجلد، وفي فكره بقى في الجاكيت ده مختلف. الجوب ممكن تتشال صح؟ ورينا كده يا سيلا. الجاكيت بيتلبس طويل وبيتلبس قصير. واو. لا دي سيلا جاهزه على العرض. لا شياكه وتقدر تشكل وتنوع. ممكن يتلبس على بعضه طويل، ممكن يتلبس الجاكيت لوحده على بقى بنطلون سكيرت. كانك عملت لها طقمين. بالظبط كده. اوكي. والبوت بتاعها تحفه. اتفضلي عليه كده الرسمه. تعالي يا سيلا تعالي. قولي لي يا سيلا. لا بس ايه ده يا سيلا، ده الهاي كولك مختلفه.
بصوا حته يعني لازم لازم سيلا تبين حاجه. اه ماتشنج انا وهي. بصوا كده شكلنا حلو ازاي. قولي لي يا سيلا بقى، انت طبعا مامي هي الفاشن ديزاينر، فيا بختك عماله تفكر لك وتشكل لك وتعمل لك حاجات مختلفه، بس انا عرفت انك كبرتي وبقى ليكي شخصيتك. احكي لي بقى انت ايه الكاركتر بتاعك بقى في اللبس دلوقتي؟ بقيتي تحبي ايه؟ ايه اللوك بتاعك اللي بتحبيه؟ يعني مثلا انا بحب كل حاجه من ايد ماما، تحفه. الله بترضيكي، دبلوماسيه، قالت لك دي اللي عايشه معايا في البيت ما خسرهاش ما خسرهاش. بس انت شيك قوي والشعر الكيرلي تحفه عليكي. وسيلا محضره لنا، هي قالت لي عايزه اعمل قصيده وعايزه تقولها لنا، فتقوليها لنا، هي حفظتها في المدرسه. اوكي يلا اتفضلي. يلا. من بعد سلام وتحيه، الطفل امير البشريه، من حق كل طفل اسمه واهله ووطن، من حق كل طفل علم وسلم وسكن، له حق في التعليم وفي الجسم السليم، له حق في العلاج وفي القلب الرحيم، له حق في المعامله بانسانيه كامله. برافو يا قلبي، برافو برافو. انا سعيده ان ولادنا بقى عندهم الوعي ده. انا مبسوطه، انا بصراحه مبسوطه كمان من التيتشرز عندها في المدرسه، هم عاطينهم المساحه ان هي اي حد عنده موهبه فما شاء الله. هم برضو نموا الموهبه دي عند سيلا. ثانك يو يا سيلا، وثانك يو على الشياكه والاناقه. ده كابيشو كمان. انا بحب الكابيشو ده قوي، انا بحبه يبقى كبير كده. لوسيندا؟ لا لا، ده حاجه تانية. ده تحسيه اميراتي قوي. اميراتي تحسيها جايه لي، عارفه من ايه؟ من التلج. ونازله علينا. والحصان اللي هو العربيه بتاعته حمراء اللي بنشوفها دي في الايه، في الفيديوهات. كملي. ها الطقم بتاع لوسيندا الكاردي ده صوف كارو. اوكي. ناعم كده وحلو قوي. والفستان من تحت قطيفه. ممكن تقلعي الجاكيت يا لولو. انت برضو عامله فكره ان يبقى حاجتين. يبقى طقمين. يعني الكارديجان ده ممكن تستخدمه حاجتين، ممكن ده لوحده يتلبس على كذا حاجه لوحده، والفستان لوحده. الفستان قطيفه، مدخله بقى مع الشمواه، ومدخله معاه الدانتيل. حابه ستايله، حاسه الستايل بتاعه كده شبه الاميرات، البنات قوي الصغننين قوي حلوين قوي يعني، عارفه. ولوسيندا يعني حتى اسمها لايقه عليها قوي، عارفه تحسها يعني. فاهمه انا كده، فاهمه. تعالي يا قمر. وعجبني اللي هي الكرانيش اللي انت عاملاها دي فوق. ما دي شياكه، دي شيفون مع الدانتيل، دخلت شيفون مع الدانتيل. ايه رايك في الطقم يا لوسيندا؟ حلو، عجبك؟ والاخضر شياكه قوي، لونه حلو قوي. اوكي، لوسيندا ولا لوسياندا؟ لوسيندا. لوسيندا، عشان عندنا في بيقولوا لوسياندا، في بيقولوا لوسياندا، وفي بيقولوا لوسيندا. اوكي، انت لوسيندا. طب قولي لي انت ايه الفيفوريت كالرز بتاعتك؟ بينك، بيربل، بلو، ريد. برضو هم الاربعه المشتركين. انت اللي بتختاري لبسك ولا مامي؟ انا مامي. انت ومامي. شياكه يا لوسيندا، شياكه. ثانك يو. عايزاها؟ مامي مكمله الطقم حلو قوي. بس رصت لي، زغرت لي. لا شكرا، اتفضلي اتفضلي. زغرت لي، مع اني يا بنات طول عمري بدي حاجتي لحد كل الناس. ليلي، الله، ايه الشياكه دي؟ ليلي الطقم بتاعها ده قطيفه، قطيفه مضله. اوكي، بس بقى كل الشغل اللي عليه ده شغل هاند ميد، شغل تطريز خيط هاند ميد. انت اللي عاملاه؟ مامي، يعني ماما اللي عاملاه. اوكي، مامتك؟ مامتي. الستات بتوع زمان بقى والضفه. ماما هي بتحب الحاجات دي، وانا قلت لها مامي اعملوا لي لو سمحتي، قالت لي اوكي. لبستها تحتيه شميز الكم بتاعه بافي. والزراير بقى مش عارفه هتاخدي بالك ولا لا منها، الخيط بتاعها اورانج، عملته من نفس اللون بتاع لا انا بيعجبني شغلك في التفاصيل. انا بحب يعني الشميز، قلت عشان يبقى مرتبط مع الطقم، عملت الخيط بتاع الزراير بالاورانج لون التطريز. تعالي ليلي. ليلي؟ ليلي. انت عامله ال اوكي. لا لا، ده شياكه شياكه، والقطتين دول شياكه شياكه يا ليلي. اخبارك ايه؟ كويسه. كويسه الحمد لله. عجبك الطقم؟ انت اللي مختاراه ولا ماما اللي مختاراه لك؟ انا. انت بتحبي تلبسي جوبات اكتر ولا بناطيل اكتر؟ حلوه كل حاجه. يعني انت بنطلونات ولا جوبات؟ جوبات. جوبات اكتر، بنوتاتي كده ودلع كده، صح؟ صح.
ثانك يو. اللي هي اللون الاورانج، بيسالوني في الكنترول على الدقه اللي انت عاملاه. الاورانج اللي هي عاملاه ده اللي هو التطريز ده مع الخيط بتاع تركيب الزراير. الزراير تركيب الزراير تاتشي كده بتاع اميره. ثانك يو ميرسي. قطه قطه قطه، وهي عامله قطه قطه. انا بفكر اعمل ستايل الشعر ده هنا، جميله قوي. الفستان ده برضو حته يعني شياكه. الدريس بتاعها ده صوف، بس صوف تويد. اوكي، ده الصوف اللي قلتي عليه في اول الحلقه. التويد. ومدخله، عملت الكمام دي قطن بكورنيش كده بسيطه، اللي هو اللي عند الاسوره هو اللي عند الياقه، ودخلت بقى في الاسوره برضو من نفس الصوف التويد يعني. اوكي تعالي، اسمها ايه؟ رودينا. رودينا ليان. ليان ليان، ازيك يا ليان؟ برضو المانيكيورات والالوان. انت عجبك الفستان ده؟ حلو؟ شياكه يعني؟ اوكي. وبتحبي الالوان ايه اكتر حاجه؟ البلو والبينك والبيربل. اوكي، هي الالوان دي مشتركه. خلاص مش هنسال السؤال ده. اوكي ثانك يو قمر، تسلمي. ما شاء الله على شعرها، الله اكبر. معانا اخر بنوتين بقى. جودانا. جودانا نضارتها قمر. قمر يا جودانا. الطقم بتاع جودانا ده شموا. دخلت يعني هو الطقم على بعضه، عملت ده جيب شورت، ده شورت وعليه الجيب سكيرت شراشيب، والتحت ده تطريز هاند ميد، والجاكيت من ورا برضو تطريز هاند ميد وبشراشيب من الظهر. شياكه قوي. تعالي، تعرفي انك اموره قوي والنضاره تحفه ومدياكي كاركتر وشياكه تجنن زي القمر. انت اسمك ايه؟ جودانا. جودانا، تعرفي يعني ايه جودانا؟ يعني زياده في الكرم. اوكي، انا سالت مامتها برضه عشان ابقى عارفه. اوكي طيب، ده حلو انك عارفه معنى اسمك. البترولي ده، ده بترولي يعتبر. حلو قوي اللون ده، انت عجبك يعني؟ مختاراه جديد مختلف عن الالوان التقليديه بنلبسها. التطريز كمان اللي فيه عشان يعملوا وينطقوا مع الشراشيب والجاكيت من ورا. السمول يا اميله، مقاسي هاخده منك. اوكي ثانك يو. اخر بنوته كارلا. كارلا، شياكه كارلا ده عايز بقى، عارفه اللي هو انت رايحه ايه؟ مؤتمر، لو انا بقى هاخده انا السمول بتاعي. ايوه طبعا. مؤتمر، رايحه كده يعني حاجات اللي هي الفورمال دي. الطقم بتاع كارلا ده صوف برضو تويد، بس في خط جليتر كده بسيط. دي سكيرت وفي حركه ناحيه اللي طلع ناحية. قصه الجليتر دي سالت الفرنساويين انك تلبسي جليتر الصبح. قالوا ده جاي من فرنسا، انك ممكن تلبسي الجليتر الصبح او تلبسيه في الفورمال، بس مش جليتر جليتر يعني. بس هو خط سرمة بسيط كده. والبليزر عليه من نفس الماتيريال بتاعت السكيرت، هو يعني سامبل بس تحسيه فورمال قوي قوي. لا وعلى فكره بقى، لو انا حد كبير هلبسه، هلبسه على الكوتشي. على الكوتشي، واي نوت يعني. ليه الواحد يلبس كعوب ويتعب نفسه؟ نلبس الكوتشيهات. تعالي يا كارلا، شياكه انت يا كارلا، قولي لي. ولا والسكارف تحفه، ولايقه كمان على الايس كاب. جايبه لها الايس كاب مع مع السكارف مع بعض. لا شياكه. مين اللي مخطط لك اللوك ده؟ مامي. مال صوتك؟ سعيد. انت شكلك كنت بتغني بالليل ولا ايه؟ طب قولي لي انت ايه الالوان اللي بتحبيها؟ احمر وابيض واسود. اوكي، تحبي تلبسي الالوان ساده ولا ميكسد مع بعض كده؟ ساده. ساده، طالع موضه الساده برضو. اوكي طبعا، انا بشكرك يا كارلا، وطبعا بجيب كل الولاد يتصوروا معايا الصوره الجماعيه. بشكرك يا اميره جدا. انا بشكر حضرتك على اللوكات الحلوه اللي انت عاملاها دي، ستايل شيك. ودايما احنا بنرفع شعار في هذه الفقره للجمال، وجوه كثيره. كل الولاد اللي معانا امارات وجمال، يعني بحبكم جدا جدا جدا. وده يعني موضه شتاء 2024. أميرة أحمد مصممة الأزياء، بشكرك جدا. واهتموا بالشكل لولادكم ولبسهم، ده جزء من شخصيتهم ان هم يبقوا بريزنتابل، علشان خاطر هو ده برضو عنوانهم الخارجي. يلا نقول لهم باي باي. باي باي باي. ابدأ يومك صح 8 الصبح. باي باي.